وايضا اخواني بعض الناس شو بيقولوا لنا، يعني بقول انه احاديث السفياني كلها ضعيفه، فنقول اي نعم احاديث السفياني ضعيفه، الا انه تكلمنا يا اخوان هناك احاديث صحيحه تتكلم في لب الاحاديث التي جاءت فيها صيغه السفياني، وعند جمع الاحاديث الصحيحه التي تتكلم عن صفات السفياني مع الصفات او مع الاحاديث ومقارنتها مع الاحاديث التي تتكلم عن السفياني نفسه، نجد ونقول في النهايه انه على الغالب ان شخصيه السفياني واسمه السفياني يعني هي شخصيه صحيحه، والله اعلم. هذا بالنسبه اخواني لهذا السؤال. طيب بعض الاخوان اخواني يعني بقولوا او بيسالوا في موضوع الرزق، في الامس تكلمنا في موضوع الرزق، فبعض الاخوان بيسال كيف يزيد الله سبحانه وتعالى، يعني هناك بعض الاحاديث التي تشير لانه الدعاء يعني وبعض الاعمال مثل صله الرحم على سبيل المثال يعني تؤدي الى زياده في الرزق، او كما تكلمت فيها الاحاديث يعني الصيغه كانت ان ينسى له في رزقه. فنقول اخواني في هذا السؤال انه النسيء في الرزق يختلف عن مقدار الرزق نفسه. كيف يعني؟ يعني اعطيكم مثال، انسان يعمل ويتقاضى على فرض يعني 500 دولار في الشهر، وخلينا نقول 2000 شيكل بعرفنا احنا في عملتنا اللي بنتعامل معها مع اليهود، يتقاضى 2000 شيكل مثلا في الشهر، وانسان اخر يتقاضى 5000 او 6000 شيكل، فنقول مين اللي بكفيه اكثر، اللي بتقاضى 2000 ولا بتقاضى 5000 او 6000؟ فنقول لا يمكن التحديد. ليه؟ لانه ممكن اللي بتقاضى 2000 يعني يشتري، على سبيل المثال اعطيكم مثال بسيط، بيشتري مصباح لامبا، كيف احنا بنقول مصباح في بيته بمبلغ زهيد، ويضع هذا المصباح، فاذا بهذا المصباح بيعيش معه قديش؟ سنين بتم المصباح نفسه. اللي بتقاضى 5000 شيكل او 6000 شيكل لربما كل ما وضع المصباح في بيته يومين ثلاثه شو بصير فيه؟ بيخرب، بنحرق، كل ما صلح الثلاجه بتخرب الغساله، بصلح الغساله بيخرب التلفاز، بصلح التلفاز بيخرب شيء اخر، شو بتمه يصلح شغله ورا شغله. فبنقول يعني النسيء في الرزق هي الزيادة في نفس الشيء، يعني لربما الله سبحانه وتعالى وضع بركة في 2000 شيكل حتى أصبحت أفضل من إيش؟ من 5000 أو 6000 شيكل، لأنه هدول 5000 أو 6000 شيكل راح يضطر إنه يصرفهم على أمور ما يستفيد منهم، أما الشخص الآخر الله سبحانه وتعالى بيباركه. فهذا المعنى على النسيء في الرزق أو الزيادة في الرزق في الأعمال التي تؤدي إلى زيادة في الرزق. أما إخواني مقدار الرزق، كمية الرزق، يعني نأخذ فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن الحديث الهام اللي بيحدد لنا مقدار الرزق، ألا وهو حديث الأرحام. في حديث الأرحام نعيد هذا الحديث مرة أخرى ونذكركم فيه، إذا جمع ابن آدم في رحم أمه 40 ثم 40 ثم 40، يعني 120 يوم، يعني 4 أشهر، يأتي ملك ويسأل الله سبحانه وتعالى 4 أسئلة، فيقول يا الله، أول سؤال شو هو؟ رزقه. أول سؤال بيسأله اللي هو الرزق، فيقول سبحانه وتعالى اكتب له كذا وكذا. هلا لما يكتب هذا المقدار إخواني، هون بدنا ننتبه، هذا المقدار اللي كتب في رحم الأم نقول أنه لا يتغير، إلا أنه نقول ونفتح المجال ونقول لربما من علم الله الغيبي في حياة هذا الإنسان وأفعاله ودعائه وصلته لأرحامه وقيامه بكل ما قام فيه من أعمال خيرية، الله سبحانه وتعالى من الابتداء شو كتب له؟ رزق واسع، لأنه معلوم أفعاله لله سبحانه وتعالى قبل بسلف. إنسان آخر معروف عنه أنه مقطر،
ولا يقوم بالصرف على زوجته ولا على أبنائه. من الابتداء الله سبحانه وتعالى شو كتب له؟ رزق أقل، رزق أقل. فكمية الرزق الابتدائي اللي كتبت لا تتغير إلا إنها كتبت أصلا، كتبت أصلا من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب، ويعلم هذا الإنسان في طول حياته ماذا سيفعل. عشان هيك أفعالنا إخواني، أفعالنا، أفعالنا يجب الصالحة يجب أن تفعل، مش تقول. يعني لا يجوز لك أن تقول لأنه رزقي واسع أو رزقي مكتوب، رزقي مكتوب من الابتداء ولن يتغير، فلن أسأل ولن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني. بقول لك لا، لا تفعل هذا الأمر، لا تحرم نفسك من الدعاء. الدعاء إخواني لما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك برزق، برزق واسع على سبيل المثال، لربما استجاب لك سبحانه وتعالى الدعاء قبل بسلف وانت امتى موجود في رحم الأم لهي الدعوة اللي انت دعيتها، امتى استجابها؟ مش هلأ، امتى استجابها؟ بأثر رجعي مع وجودك في رحم أمك من هذا، من ذلك الوقت استجابها لك سبحانه وتعالى. عشان هيك ما تحرم نفسك من هذا الأجر، وما تحرم نفسك من هذا الدعاء. ادعي الله سبحانه وتعالى بالرزق، وقم بكل الأفعال التي تؤدي إلى الرزق، لأنها في علم الله الغيبي. وإن لم يستجب لك سبحانه وتعالى في الدنيا من هذا الدعاء، فحق على الله سبحانه وتعالى إن كنت أنت من أصحاب المطعم الحلال أطب مطعمك أن يعطيك بدل هذا الدعاء إن شاء الله في الجنة. يعني إذا أنت دعيت أي شيء الله سبحانه وتعالى إما أنه يعجل لك إياه في الدنيا أو يعطيك بدل منه فين؟ في الجنة بإذن الله. عشان هيك لا تحرم نفسك سواء من الدعاء أو من العمل الصالح أو من صلة الأرحام أو من أي عمل تراه يجلب لك هذا الرزق، لأنه الله سبحانه وتعالى يراه بعلمه الغيبي قبل وقوع. طيب في هذا الباب سؤال آخر إخواني، أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص وأنا أتكلم في بعض الدروس كانت تسأل عن الدين، عن الدين. والدين إخواني إحنا تكلمنا فيه في بعض الدروس، ولكن بعجالة نقول أن الدين من الأمور الصعبة على الإنسان أنك تستدين. نذكر إخواني إن أنت استدنت دين لا تحتاجه، لا تحتاجه، فهذا اسمه تكسب. إذا أنت سألت الناس شيء وأنت لا تحتاجه هذا اسمه تكسب. والتكسب إخواني سبب أنك أنت تلقى الله سبحانه وتعالى يعني في غير ما تحب. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكسبا، من سأل الناس تكسبا. إذا أنت بتسأل الناس تكسبا، في حديث الرسول شو بقول لنا عليه الصلاة والسلام؟ بقول إن المسألة كد، إن المسألة كد، ولا يزال العبد، ولا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. شو يعني؟ إن كل ما إحنا طلبنا من الناس شيء وإحنا مش بحاجته، إن على سبيل المثال، على سبيل المثال أعطيكم مثال، إنسان أجا يطلب من أخوه المسلم قال له يا فلان يعني أعطيني هذه الشغلة أنا بحاجتها ولست بحاجته، يعني هذه اسمها مسألة. زي على سبيل المثال المتسولون، يعني في ناس تتسول، ابتداء متسول بكون يتسول لأنه بحاجة الشيء، ولكن بعد فترة، بعد فترة بيعتاد التسول، بيعتاد التسول. وشو بيصير؟ بيصير يسأل الناس مش لأنه بحاجة، لأنه بيصير بده يكسب هذا الشيء. فهذه بتصير إخواني مسألة إنه مش بحاجتها. وكثير من إخوتنا اللي بتسولوا وبيسألوا الناس وهم لا يحتاجوا بقعوا ضمن هذا الإطار. من سأل الناس تكسبا، هذا يسأل الناس تكسب، وهذه مسألة وهذه كد. ونقول إخواني يعني الأصل إنه إحنا إذا بدنا نسأل الناس إما نكون بحاجة ضرورية أو لدين للشيء، إذا أنا بدي أستدين
للشيء ضروري من ضروريات الحياة، مش والله إني أنا بستدين عشان أجيب تلفاز في البيت، ما في داعي أنا أستدين حتى أجيب تلفاز، ما في داعي أنا أستدين حتى إني أنا أكبر على سبيل المثال صالوني أو أوسعه، ما في داعي. يعني إذا بدي أستدين أن تكون من ضروريات الحياة، الأمر ضروري، الأمر ضروري. ونذكر إخوان بعض أحاديث الدين هنا، يعني نعود نجيب على سؤال الإخوة عن أحاديث الدين. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الدين. يعني الإنسان في قبره، وهو في قبره شو بكون؟ احنا بنعرف لكل إنسان في ضمة قبر، في ضمة قبر، القبر يقوم بضغط هذا الإنسان حتى تختلف أضلاعه فيصبح يمينه يسار ويساره يمين. أما عن المؤمن فيفرج القبر. هذا الحديث شو بيقول لنا؟ المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الدين. حديث آخر شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ بيقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. شو يعني؟ فبنعرف لما الإنسان يموت وتأتي ملائكة الرحمة عشان تأخذ نفسه تصعد فيها إلى عليين، ولما تصل إلى عناء السماء تستفتح، يعني تترك على السماء الأولى، فيسأل من معك؟ بقولوا الملائكة معنا فلان ابن فلان. فهذا الإنسان بكون اسمه مكتوب في السماوات. هلا إذا كان عليه دين شو بيسموه؟ يرفضه ملائكة السماء، ترفض فتح أبواب السماوات، فيبقى معلق حتى إمتى؟ حتى يقضى عنه الدين. فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. هذا حديث آخر. حديث آخر إخواني ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يتكلم لو أن ابن آدم قتل في سبيل الله، يعني إنسان هيون قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله، هي كم شهادة في عنده؟ 3 شهادات، وعليه دين ما دخل الجنة. يعني شوفوا قديش الشغلة فيها تغليظ على الدين. فما تستهين تقول والله أنا بتداين وبسد، لربما مت قبل أن تستطيع أن تسد. وهون إخواني النصيحة، نصيحة كالآتي: لا تستدين إلا لأمر ضروري جدا، لا تستقيم حياتك معه، لا تستقيم حياتك إلا بهذا الدين. يعني إنسان على سبيل المثال دخل المستشفى حتى يقوم بعملية، وكان عليه رسوم للمستشفى مال، وما معه، فيش معه، فمنقول هون هذا الإنسان شو ماله؟ يعني مضطر فاستدن. وهون إن استدنت لأمر ضروري، إن استدنت لأمر ضروري يجب أن تعقد النية داخل قلبك على السداد. ليه؟ عشان يتحقق فيك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول من استدان ينوي السداد، من استدان ينوي السداد صد الله عنه. يعني إنسان استدان وهو ينوي السداد ولكنه مات، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يسد عنه، يعني ما بتتحقق عليه الأمور التي تكلمنا عنها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكمان إخواني ننبه أنه أي إنسان يستدين وهو لا ينوي السداد هذا أمر خطير، لأنه في ناس في عندها مثل هاي الإمكانية وهي النفسية، شو بتقول؟ بتقول بتداين من فلان وشو بسوي؟ وإنس فلان طيب، كل ما يسألني ويقول لي يا فلان سد شو بقول له؟ بقول له لسه معي، شو بقول لي؟ بقول لي ولا يهمك، ماشي الحال. هون ننبه على هذا هاي الفئة من الناس، لأنه هناك حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه من استدان لا ينوي السداد لقي الله سارقا. حكمه بحكم مين؟ السارق، يلقى الله سبحانه وتعالى وكأنه سارق. فيجب أن ننوي السداد حتى يسد الله سبحانه وتعالى عنا وحتى يوفقنا. ونذكر إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم جاءته جنازة فسأل عنها وسأل عن أحوالها، فقالوا عليه دين، فقال صلوا عليه، ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي. فقام أحد الصحابة وقال أنا أتكفل بدينه، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع المصلين عليه عشان يعلمنا
مدى شدة وغلظة الدين. وأنا بذكركم يعني إن نحن استدنا لأمر يعني ليس بضروري نجي نوضع العكس، إن أنا ما استدنت لهذا الأمر اللي هو مش ضروري، شو راح يتغير علي؟ ما راح يتغير علي إشي. ولكن إن أنا استدنت لأمر غير ضروري وما استطعت أن أسد ومت، فهون شو بكون؟ بكون قد وضعت في نفسي في كرب عظيم. عشان هيك أفضل إلك ولحالك ولوجودك في بداية العالم الآخر، منازل العالم الآخر وهي القبر ثم عليين، أفضل إلك أنك أنت تلقى الله سبحانه وتعالى بلدين. ونذكر إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت، كان عندما يعود من سكرات الموت يسأل عائشة ويقول يا عائشة يا عائشة كم لدينا من مال؟ الله أكبر الله أكبر. فتقول 7 دراهم. في الآخر شو قال؟ أنفقيها فإني أخشى أن ألقى الله فيها. فتذكروا إن كان هذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يخشى أن يلقى الله ب7 دراهم، فكيف سنلقى الله سبحانه وتعالى بديون العباد؟ وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير.